نفسي افهم بقى، هو اتحاد الكوره زعلان من ايه؟ يعني زعلان مننا في ايه؟ ما احنا قلنا اللي انتوا عملتوه فعلا. يعني احنا اتكلمنا اول امبارح، قلنا اللي انتم بتعملوه دلوقتي. انتوا كنتوا بتقولوا ان الفريق اللي في الدرجه الثالثه، تمام، او على حد وصفكم اللي في القسم تاني به، هيصعد مباشره طبقا لمحضر الجلسه اللي احنا عرضناه. انتوا ما عدلتوش حاجه، انتوا خليتوه قلتوا بدل ما هيصعد مباشره هيصفي. يعني ممكن برضه فريق من الدرجه الثالثه يصعد للدوري الممتاز في سابقه هتكون هي الاولى من نوعها. يعني الكارثه لسه قائمه، الكارثه لسه موجوده. يعني مفيش اي حاجه جديده طرأت. الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. لكن كل ده ليه؟ ايه الوضع اللي احنا محطوطين فيه السنه دي ده؟ اللي بيحصل ده كله ليه؟ علشان ترضي نادي بعينه. وانا بجيب لك من الاخر. أنا بجيب لك من الآخر مجاملة، عايز تجامل، لبست نفسك في حوار وعشان تخرج منه من غير ما تخسر حد فتلبس مصر كلها في دوري مش طبيعي، مش موجود في الدنيا. ليه؟ عشان أبقى بس إيه، أخرج بس، خليني أخرج من المأزق اللي حطيت نفسي فيه ده. بعد إذن أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمين الموقرين اللي احنا بنحترمهم وبنقدرهم جدا جدا جدا، المشكلة عندكم مش عندنا احنا. احنا بنتكلم في مضمون، احنا بنتكلم في اللي انتوا عملتوه ومدى صحته ومدى قانونيته، وبنتكلم في التلاعب اللي بيحصل فيما يتعلق بشكل المسابقات لأغراض تانية. وانا هتكلم كمان شوية على اللايحة بتاعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة عشان أوريكم اللي داخل عليه اتحاد الكرة بعد كده، بس لما أسمعكم حاجة مهمة تيجوا نسمع؟ يلا نسمع. أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أستأذنكم يا جماعة اسمعوني بكل صمت. سيبك من هاري عاملني هريدة على الفاضي، دلوقتي صراع بيننا وبين المحترفين ال 20 نادي، ال 20 نادي دلوقتي بياخدوا المكتسبات اللي احنا خدناها. الهاري عامل هريدة دوت ملوش لازمة. صدقوني. بكره لازم نبعت كلنا، احنا هناخد الكرسي بتاعنا اللي عايزينه فوق في الممتاز، مش هنصفي كمان مع التالت بتاعهم، لانهم اصلا مش عايزين حتى يلعبوا معانا في التصفيه في التالت. والموضوع ده هيمشي صدقوني. لما يمشي لازم ناخد مكتسباتنا ان الشركات تبقى لوحدها والانديه الشعبيه تبقى لوحدها، وهنا ندخل اربعه ويطلع اثنين ويتصفى في الاخر. لازم يطلع حد مننا يصفي مع بعضيه، يطلع من عندنا واحد على طول مباشره. يبقى احنا خدنا مكتسبات. المكتسب الاولاني نبقى فيه ست انديه هيطلعوا الدوري اللي هو هنقول عليه المحترفين او الف. اربعه منهم شعبيين واثنين شركات. السته دول يصفوا مع بعض ناخد كرسي من الممتاز. يبقى احنا كده ما طلعنا، ما وعدناش لا درجه ثالثه ولا رابعه ولا الكلام ده كله، لا عندي فرصه اطلع ممتاز على طول. دلوقتي صراع بيننا وبين دوري المحترفين، عايزين نهجس مع بعضينا ونتكلم في الفاضي، والناس عماله تتكلم دلوقتي وبتضغط على الاتحاد عشان تاخد كل المكتسبات اللي احنا عايزين ناخد كرسي في الممتاز. يا جماعه احنا الفرق الهابطه، فالاتحاد بيدينا مكتسب لازم نمسك فيه، لازم نمسك في الكرسي بتاعنا اللي يأهلنا للدوري الممتاز. اوعى تصبوا، احنا دلوقتي الحرب ما بيننا احنا كانديه درجه ثالثه متدلعين باسم انديه القسم الثاني به مع فرق الدوري المحترفين اللي هي المفروض الدرجه الثانيه، تمام، اللي هي متدلعه باسم القسم الثاني الف. فالصراع دلوقتي ما بيننا وما بينهم، مش ما بيننا وما بين اتحاد الكوره. هو اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول. ده مين ده؟ ده احد رؤساء الانديه اللي موجودين في القسم الثالث اللي هو القسم الثاني به. ده وقتكم معايا والله العظيم، انا عارف، بس معلش اعذروني. انا والله العظيم دماغي لفت اساسا، واخد بالك؟ فانا عارف طبعا اسم الراجل اللي بيتكلم، بس مش هنقول اسمه. لكن انا بوريك الكلام ما بين اعضاء الجمعيه العموميه، وكل واحد بيفكر ازاي ان هو ياخد مكسب اتحاد الكره بيديهوله من غير حق عشان خاطر يجامله. الاشتباك كان اكتر من كده، خلي بالك. تعالوا نسمع ايه التسجيل الصوتي ده، تعالوا نشوف اتقال ايه. بعد اذنكم، مش عايز قله ادب على الجروب، لا هيطول ادم هفرمه. انت اصلا جمعيه مش اصلا، الناس عماله تاخد مكتسبات وانت عمال تهجصه. صاحب الشركه غير انت متخلف انت وهو. انا غلطان اصلا اتعاملت مع ناس زيكم، مع السلامه. ده ينفع بذمتك الكلام ده؟ تيت 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 تيت، كل دي شتايم.
على فكرة ده جروب الأندية تمام اللي في القسم الثالث اللي هي بيه، معلش هما بيتخانقوا مع بعض وخناقة بشتايم. احنا طبعا مش هينفع نعرض لحضراتكم الشتايم دي، كل ده عشان ايه؟ عشان الكرسي اللي هو عايز يحجزه يتأهل من خلاله مباشرة درجتين ليه الدوري الممتاز. الدوري الممتاز ما مسرحية بقى، شايف اتحاد الكرة بصراحة الدنيا بالنسبة